أصعب مساءكم. الخلاف الحاصل داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن المقترح الأمريكي بتجديد المفاوضات هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. هل هذا خلاف جدي أم خلاف صوري؟ هل هو يعطي إسرائيل المزيد من المراوغة، المزيد من كسب الوقت، المزيد من فعل المناورة لإلزام الفلسطيني فيما لا يرضيه بالذات، وأن الاقتراح لا يتحدث عن القدس، هو استثنى القدس من حيث تجميد الاستيطان. والأمر الثاني أن كل الاقتراح هو يجري لمدة 3 أشهر فقط، ماذا سيجري بعد الأشهر 3 هذه؟ وهل بالفعل أمريكا مستعدة بعد الانتخابات الأخيرة لممارسة الضغط على الإسرائيلي لإلزامه بدفع مستحقات السلام الضرورية، أم أن كل الموضوع هو موضوع بهلوانيات إعلامية ومحاولة لجلب الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات دون قاعدة أساسية؟ نحن نتحدث عن الحدود، نحن نتحدث عن قضية القدس، نحن نتحدث عن اللاجئين. هل هذه المواضيع هي نفس المواضيع التي ستطرح في مثل هذه المفاوضات لو نجحت أمريكا في ذلك؟ حول هذه المواضيع سنتحدث في هذه الحلقة مع ضيفينا عصام مخول رئيس معهد إميل توما للأبحاث الفلسطينية والإسرائيلية، والصحفي فايز عباس المحلل السياسي. أولا عصام مخول، يعني عمليا الموقف الأمريكي في تعاطيه مع إسرائيل هو موقف يعطي أكثر من لازم إغراءات لإسرائيل، ولكن في نفس الوقت هذه الإغراءات تدلل على واقع جديد قديم عمليا، هو ليس جديدا إنما جديد قديم، بمعنى عمق العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. هذه العلاقات القوية بين إسرائيل وأمريكا، هل يمكن للفلسطيني أن يرتكن عليها ليبني أن أمريكا بالفعل تريد حلا للقضية الفلسطينية، حلا عادلا يرضي الفلسطيني؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعني أتعامل مع هذا الموضوع في هذا البرنامج. في نهاية المطاف أنا أعود وأكرر أن الموقف الأمريكي لا زال جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، وليس جزءا من حلها. وعلى أمريكا وخصوصا على إدارة أوباما إذا كانت تريد أن تحتفظ بمصداقية معينة أن تنتقل من موقف المساير للسياسة الإسرائيلية وللرفض الإسرائيلي إلى موقف المواجهة مع سياسة الرفض الإسرائيلي. السؤال، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل إلى هذه المرحلة؟ في رأيي ما يجري الآن هو محاولة من نتنياهو للعب على وقع انتصار اليمين الجمهوري الأمريكي في الانتخابات النصفية الأخيرة، وربما التمثيل لا نستطيع حتى الآن القول بجثة إدارة أوباما، ولكن بالسياسة المنهزمة لإدارة أوباما التي بدلا من أن تواجه وتحول قضية إنهاء الاحتلال إلى قضية أساسية تفرض على إسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية وتنفيذ القانون الدولي وتحويل تجميد المستوطنات إلى وسيلة في هذا الاتجاه، هي تحول تجميد الاستيطان إلى هدف وتسخر لهذا الهدف كل العملية السلمية والسياسية وما إلى ذلك. أعتقد أن منطق إغراء إسرائيل بالأسلحة من أجل تحقيق سلام هو منطق قد عفى عليه الزمن، وهو منطق عدواني، وهو منطق إمبريالي، وهو منطق استعماري، ويجب أن يقال هذا الكلام مباشرة لإدارة أوباما، وعليها أن تختار إما أن تكون جزءا من هذا التوجه الذي يصعد الحرب في نهاية المطاف ويعمق الاحتلال، أو من موقف آخر يريد أن يواجه الاحتلال، لا أن يتفاوض مع المحتلين وإنما أن يواجه المحتلين ويفرض عليهم قرارات بمقدور أمريكا أن تطبقها على إسرائيل. فايز عباس، يعني هل ما يسمى بالخلاف بين قوى اليمين داخل الحكومة، هل هو خلاف جدي أم صوري؟ في نهاية المطاف المقترح الأمريكي هو ليس مقترح بالكبير حتى ترفضه إسرائيل، على العكس هناك إغراءات كبيرة لحكومة اليمين الإسرائيلية، فعلى ماذا يجري الحديث هنا بين قوى اليمين بالذات؟ قوى اليمين الإسرائيلية معروف خاصة في الائتلاف الحكومي الحالي ليبرمان إسرائيل بيتينو وشاس، هي بنت نفسها على الاحتلال وعلى إذا بدنا نسميه على معاداة العرب والفلسطينيين. في حالة موافقتهم هذه المرة على
تجميد الاستيطان، خاصة شاس دون الحصول على أموال، وأموال ليس من الولايات المتحدة وإنما من حكومة إسرائيل بعتقد، وليس الالتزام الأمريكي. ولكن في هذه الحالة يمكن أن تكون شاس قد تمتنع عن التصويت، حتى أن شاس أعلنت أنها ستمتنع ولن تؤيد الوثيقة الأمريكية أو تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر. يبقى ليبرمان وإسرائيل بيتينو، مع العلم أننا لم نسمع ولا كلمة واحدة من ليبرمان خلال الأيام الماضية بالنسبة لعملية تجميد الاستيطان. أنا أعتقد أن الخلاف داخل اليمين الإسرائيلي هو خلاف جدي اليوم، خاصة إذا ما وافق نتنياهو فعلا على تجميد الاستيطان، وعلى خاصة في القدس. يعني عمليا في إسرائيل أو نتنياهو، مكتب نتنياهو يدعي بأن القدس خارج المعادلة أو خارج قضية تجميد الاستيطان من جديد، ولكن الولايات لم نسمع هذا الأمر من الولايات المتحدة من الإدارة الأمريكية. ولكن الإدارة الأمريكية قالت أنها لن تسمح بالبناء في القدس أو لن توافق على البناء في القدس، البناء الاستيطاني في القدس، وهي كانت تنتقد بشدة سياسة البناء في القدس، حتى أن إسرائيل اضطرت حكومة إسرائيل إلى إلغاء مناقصات في القدس أو إلى تجميد مناقصات البناء في القدس خوفا من إحراج الإدارة الأمريكية. ولكن اليوم داخل يعني البيت اليهودي هو جزء من الائتلاف الحكومي، هم يهددون بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. شاس إذا ما وافقت، إذا ما رفض الحاخام الأكبر عبادية يوسف الموافقة على التجميد فلن يكون، فهي ستتصوت ضد. ويبقى إسرائيل بيتينو، ويبقى قليل حتى أن 4 وزراء من الليكود وقع على رسالة ترفض تجميد الاستيطان. أي أن هناك اليوم خلاف داخل اليمين وداخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، حتى داخل الليكود، و14 عضو كنيسة وقعوا على رسالة عدم تجميد الاستيطان. ولكن عصام مخول، يعني ما يجري دائما وإسرائيل تنجح في ذلك، إسرائيل الرسمية أتحدث، أنها تحاول أن تبني على الخلافات الداخلية، وكأن العالم هو مضطر أو مجبور دائما أن يساير إسرائيل، وكأن إسرائيل هي الحكومة التي دائما هناك خلافات فيها، والعالم هذا بما في ذلك أمريكا تنسى الأمر الأساسي وهو عملية المفاوضات الجدية التي يجب أن تذهب نحو إيجاد حل للقضية الفلسطينية. فهل بذلك إسرائيل عمليا تنجح دائما في الكذب على العالم طوال الوقت؟ دعني أقول كالتالي، هناك الأمر الأول، الهدف التكتيكي لنتنياهو من إثارة هذه العاصفة الآن داخليا وخارجيا وتحويلها إلى القضية المركزية الآن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو تجميد الاستيطان لثلاثة أشهر، هل بشرط ألا يطلب من تطالب إسرائيل بتمديدها لاحقا. وكل هذه الضجة حول ثلاثة أشهر، قد تأخذ الضجة 6 أشهر من أجل تجميد 3 أشهر منقوص في نهاية المطاف. قانون اللعبة بالنسبة لنتنياهو كسب الوقت، يعني نحن نتحدث الآن، نحن الآن عامين على وصول أوباما إلى الحكم، ونحن كانت هناك كل الأمال معلقة أنه منذ اليوم الأول طرح القضية الفلسطينية والمفاوضات وقف الاستيطان وما إلى ذلك. أين نحن الآن؟ ماذا تحقق؟ أي تقدم تحقق في الموقف الإسرائيلي؟ الموقف الإسرائيلي لا يمكن، وهذا يجب أن يكون مطروحا بقوة في كل تحليل وفي كل نقاش وفي كل تفاوض مع الإدارة الأمريكية فلسطينيا. السؤال هو، هل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة أنها ستفرض على إسرائيل أو أنها لن تفرض على إسرائيل ولن تواجه سياسة الرفض؟ الآن ماذا يجري؟ يعني نحن كنا نتحدث حتى الآن، في الماضي دائما تحدثنا عن أن إسرائيل تتحدث عن صراع سياسي أو خلاف سياسي بين حزب الليكود ومعسكر الليكود ومعسكر العمال، وأن المفاوضات بدلا من أن تتم بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي تتم على الساحة الإسرائيلية في الخارطة السياسية الإسرائيلية بين الليكود وبين حزب العمل. الآن نحن في مرحلة أسوأ بكثير. السؤال ليس إذا كان ما هو الموقف الفلسطيني إزاء الموقف الإسرائيلي، وإنما ما هو الموقف البيت اليهودي إزاء الليكود في داخل معسكر اليمين الفاشي. والسؤال، يعني العالم عليه أن يعطي الأجوبة
على أي وأن يتدخل في أي من المواقف سينتصر في داخل معسكر اليمين الفاشي في إسرائيل وليس حتى في داخل إسرائيل ككل. ولذلك ما يجري الشاس البيت اليهودي في نهاية المطاف هناك حراك وتهديدات وما إلى ذلك سننسحب، ولكن البيت اليهودي نفسه يقول في نهاية المطاف هل من العقل أن ننسحب من الحكومة من دون أن نمنع تجميد الاستيطان ونسمح لكديمة بالدخول إلى داخل الائتلاف الحاكم أو لإعطاء شبكة أمان كما تعد لحكومة نتنياهو ولموقف نتنياهو؟ وفي رأيي الخلاف هو حتى ليس على تجميد الاستيطان وإنما هو محاولة لابتزاز موقف عالمي وموقف أمريكي بشكل خاص يقر بشرعية توسيع الاستيطان وخصوصا في القدس. على ماذا تدور المعركة الآن في قضية الاستيطان؟ على القدس، على الهجمة الشرسة على تغيير معالم القدس. إسرائيل من خلال هذه الضجة أولا تريد أن تؤجل وتكسب الوقت المزيد من الوقت، بعد عام من الآن ستدخل الولايات المتحدة في معركة الانتخابات القادمة للرئاسة، خلال هذا العام سيضيع على 3 أشهر تجميد أو أقل من 3 أشهر أو عدم تجميد وما إلى ذلك، وفي نهاية المطاف الضجة التي نشهدها هي محاولة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهار موقعها كراعي لأي قضية سياسية بهذا الشكل المهين، أن تدوس أقدام المستوطنين واليمين الفاشي في إسرائيل، أم أنها ستدافع حتى ليس عن كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، عن كرامتها هي؟ وأعتقد أن هذا هو السؤال المحوري الآن، ولذلك يجب عدم يعني التراخي إزاء الموقف الأمريكي ومطالبة أمريكا بالامتناع عن مقايضة القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية بتسليح بصفقات سلاح من هذا النوع. يعني بالفعل فايز، يعني الإدارة الأمريكية، إدارة أوباما بالذات، خلال العامين الأخيرين يعني هي رفعت سقف التوقعات على الأقل على تجميد على الأقل على الأقل من العالم العربي. العالم العربي شاهد وسمع أوباما خطابيا على الأقل، وارتفعت عنده سقف التوقعات من هذه الإدارة، وكأنها إدارة جديدة، إدارة تريد أن تدير الصراع بشكل آخر غير ما أدارته الإدارات السابقة. ولكن في نهاية الأمر رأينا أنه إدارة أوباما غير قادرة حتى على إلزام إسرائيل في وقف استيطان لمدة 3 أشهر في القدس، وهي أو غير راغبة. ولكن في نفس الوقت هذه الحكومة، خلينا نرجع لهذه الحكومة بتركيبتها الحالية، هل هي أصلا قادرة على التحرك نحو أي حل، نحو أي تقدم باتجاه حل القضية الفلسطينية؟ هاي حكومة يمين متطرف غير معنية بإيجاد أي حل، فعلى ماذا يجري كل هذا الصراع؟ وكأن إعلاميا على الأقل وكأن هناك خلافات داخل الحكومة، خلافات مع الإدارة الأمريكية، رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه نحو واشنطن، يجتمع هناك 6 أيام، يعود يذهب يعود، وبنهاية الأمر ما فيش نتائج عملية لدفع باتجاه عملية السلام. هاي المسألة أنه ما فيش نتائج عملية صلى 18 سنة منذ اتفاق أوسلو، يعني اللي كانت كل الوقت المفاوضات ولم ينتج عنها أي شيء جديد. ولكن نحن نتحدث عن إدارة أوباما التي أوهمت أوباما العالم أن لها خطابا جديدا. أنت قلت أوهمت العالم العربي والإسلامي، وهي فعلا أوهمت العالم العربي. الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن بوش الأب كان أكثر صرامة مع إسرائيل بالنسبة لعملية الاستيطان وبالنسبة لعملية السلام، عندما هدد شمير بوقف بمنع المساعدات المالية عن إسرائيل ووقفها فعلا، حتى أن شمير اضطر أنه يغير مواقفه. هو معروف في حينه عندما أعطاه نمرة رقم الهاتف، كانوا لما تقرر اتصل فيه، وفعلا اتصل فيه شمير في نهاية الأمر. يعني التوقعات من الرئيس أوباما أولا كانت التوقعات كبيرة لأنه أسود ولأنه من أصول إسلامية ولأنه مش عارف إيش. أنا حسب رأيي وأنا قلتها بعد نجاح أوباما أنه ممكن يكون هذا أسوأ، تكون هذه الإدارة أسوأ إدارة على القضية الفلسطينية بسبب أصول الرئيس أوباما، لأنه رايحين وإحنا عرفنا معروف أنه يعني أن ماسكين شلو زي ما بقولوا في أمريكا، خاصة اليهود، على أنه مسلم، حتى وهون في إسرائيل بنادوا عليه إحسان أوباما. يعني
فأنا بعرف أخرى رح نحكي حكي من يطالب الولايات المتحدة اليوم من العالم العربي إنها تغير موقفها بالنسبة لإسرائيل. العالم العربي للأسف الشديد يهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مواقفه من الاستيطان. حتى أن أحد الكتاب الكبار اسمه عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط بالأمس بكتب أنه الرئيس محمود عباس هو السبب في الموقف الأمريكي وإعطاء السلاح لإسرائيل والطائرات و و و و و وكأنه وحول الرئيس عباس نتنياهو إلى بطل قومي. يعني إذا من كاتب كبير مثل عبد الرحمن الراشد يعني بيكتب مثل هذا الكلام بي 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 هو عمليا يعني بيتهم الرئيس عباس بشكل مباشر أو غير مباشر أنه هو كل الأزمة اللي موجودة هون. وخسارة حتى خسارة أوباما في الانتخابات أو حزب أوباما النصفية سببها أبو مازن لأنه اليهود تركوه بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية. يعني أنا اللي مش فاهمه يعني إذا كان يعني العالم العربي وقيادات العالم العربي ما بتطلب من أمريكا ولا إشي، يعني هن أمريكا بتجبر قيادات العالم العربي إنهن يضغطوا على الفلسطينية لتنازلات. وإحنا كنا عارفين يعني كان القضية الأخيرة لما كان المؤتمر القمة العربية على العودة إلى التحول إلى المفاوضات المباشرة، ولما أرغم الرئيس محمود عباس اللي أرغمه هن قادة العالم العربي وليس أمريكا ولا إسرائيل بالعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. فيعني الولايات المتحدة أنا الإدارة الأمريكية أنا شخصيا لا أثق بمثل هذه الإدارة إن كانت جمهورية أو إن كانت ديمقراطية، لأن الولايات المتحدة غير معنية ولا مرة بتكون معنية بحل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة للولايات المتحدة هي ورقة رابحة. الملف الفلسطيني لما بدها أمريكا أموال أو نفط العالم العربي بتلوح بالقضية الفلسطينية، لما بدها تحتل بغداد وتدمر العراق بتتلوح بالقضية الفلسطينية بنحل القضية الفلسطينية، لما بدها تحتل أفغانستان وتدمر الشعب الأفغاني بدها تحتل، لما بدها تفوت على الصومال نفس الاشي. يعني هي ماسكة القضية الفلسطينية الملف الفلسطيني لا تنفيذ مصالحها أو ماربها في العالم العربي والإسلامي. ولكن بعد الانتهاء من كل مشكلة الملف الفلسطيني يعود إلى الأرشيف في البيت الأبيض. ولكن في نفس الوقت يعني كل التحرك هو تحرك أمريكي، من يدير هذا التحرك ومن يقوده هو أمريكا. ولكن دعونا أولا نتوقف عند الفاصل ثم نعود إلى الحديث. عدنا مجددا إلى الحوار. الحديث هنا يدور حول المقترح الأمريكي بتجديد المفاوضات المباشرة والبهلونيات الإسرائيلية التي تذهب باتجاه تصوير الأمر وكأن هناك خلاف داخل هذه الحكومة، والعالم الآن ينشغل حول الحكومة الإسرائيلية، حول الخلاف داخل قوى اليمين في هذه الحكومة، بينما القضية الأساس وهي قضية الحدود، قضية القدس، قضية الاستيطان هي غائبة عن جدول أعمال العالم. معنا في هذه الحلقة ضيفين عصام مخول وفايز عباس. عصام مخول، يعني جرى الحديث في القسم الأول من البرنامج حول القدرة الأمريكية أو النية الأمريكية في إيجاد حل القضية الفلسطينية، حل عادل يرضي الفلسطيني، أم أن أمريكا نفسها غير معنية في إيجاد هذا الحل. ولكن يسأل السؤال أنه الجميع حتى الفلسطيني في هذه المرحلة هو يضع كل قوته باتجاه أمريكا، بينما هناك عالم آخر، هناك أوروبا، هناك دول أخرى غير على الأقل في المشهد السياسي الدبلوماسي غير موجودة. هل بالفعل أوروبا قادرة أن تأخذ في نهاية الأمر موقعها داخل العملية التفاوضية، أم أن كل أوراق اللعبة ستبقى في أيدي الولايات المتحدة؟ رسميا السلة هي سلة الكوارتيت الرباعية الدولية، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف هناك دور أوروبي وبمقدور أوروبا أن تلعب دورا هاما إذا استطاعت وإذا كانت قادرة في اللحظة المناسبة على أن ترفض التوجه الني الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة قضية مثل قضية الاستيطان. يعني هناك إجماع عالمي على رفض الاستيطان الإسرائيلي. تحويل
يعني بدلا من أن يكون وقف الاستيطان هو لخدمة الهدف بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه القومية وممارستها في دولة مستقلة في حدود 1967، يصبح الهدف هو تجميد الاستيطان وتخضع جميع العمليات الأخرى لهذا الهدف. وفي رأيي هناك يعني طرح المسألة من هذا الباب فيه مغالطة كبيرة أيضا للذين يريدون التقدم في الحل السياسي، وأنا أعتقد أن هناك مصلحة أوروبية في خلق حالة من الاستقرار في الشرق الأوسط، هناك في نهاية المطاف مصلحة أمريكية حقيقية من منطلق المصالح الأمريكية الصرف أن يحدث أن يكون استقرار في الشرق الأوسط، ومن أجل ليس فقط من أجل الحرب على أفغانستان والعراق، وإنما من أجل الخروج من الوحل العراقي والأفغاني على الولايات المتحدة أن تضع القضية الفلسطينية على الطاولة. السؤال الآن هو في ظل هذه المعادلة، صحيح قد لا يستطيع الجانب الفلسطيني أن يفرض بوزنه وبقوته السياسي وأي وزن حلا على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، ولكنه يستطيع ولديه القوة لأن يرفض حلا يقضي على الحقوق القومية للشعب الفلسطيني. ولكن وأعتقد أن قوة الرفض الفلسطيني لحل غير عادل هي قوة قائمة ويجب استنفاذها حتى النهاية. هذه هي الورقة الفلسطينية الرابحة الآن. الورقة الفلسطينية هي أن مصلحة الحل هي هناك المصلحة الأساسية هي للشعب الفلسطيني، ولكن ليس الشعب الفلسطيني وحده هو المعني. يعني الفلسطيني قادر على أن يرفض، قادر على أن يرفض ويجب أن يرفض، ويجب أن يرفض أي مقايضة. يعني كل المعادلة هذه المطروحة معادلة إرهابية كاد أقول إمبريالية، التي تقول من أجل أن نقنع إسرائيل بوقف الحرب يجب أن نسلحها، من أجل أن نقنع إسرائيل بوقف الاحتلال يجب أن نتسامح مع برنامجها النووي. وأعتقد أن هذه المعادلة هي معادلة خطيرة جدا، وهي يجب أن تكون معكوسة. لا يمكن أن تنصاع إسرائيل للقانون الدولي وللمنطق الدولي والاتفاقات الدولية ما دامت تشعر بهذا الانفلات في القدرة العسكرية. إسرائيل بحاجة إلى 20 طائرة من أجل أن توازن قوة من؟ من أجل السلام، من أجل السلام، من أجل أن توازن القوة مع الشعب الفلسطيني. هي بحاجة إلى 20 طائرة F-35 الآن. إسرائيل مسلحة من رأسها حتى أخمص قدميها.